اعلموا يا أحبابنا الكرام أن من شأن المؤمن أن يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. وروى الترمذي في سننه عن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكروبات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تعالى رغبنا بالذكر بقوله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله أيضا فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف فهو من أبواب الشيطان. وفقكم الله لما يحب ويرضى، ونور الله قلوبكم بذكر الله، وبيض وجوهكم يوم القيامة، وجعلكم من المتقين، والحمد لله رب العالمين.